ابو النهارده بنبارك لك على فيلم يوم وليله. الله يبارك فيك. تقول النهارده عن الفيلم وتجربه جديده لشركه المرايا لاول مره في السينما المصريه. اتمنى لهم التوفيق ولكل زملائي التوفيق وللمخرج وللمنتج والمؤلف. اتمنى الفريق العمل ان هم ان شاء الله الفيلم يعني ينجح ويعجب الناس. سيد منصور الذهبي شايفها ازاي وحضرت لها ازاي؟ انا شفتها وخلصتها. دلوقتي ما بقتش ملكي بقى، هي الجمهور هو اللي يتفرج عليها وهو اللي يقول. انا خلصت، انا حتى يعني ما كنتش فاكرها قوي. من الضمان باي لامين شرطه، النقله دي شايفها ازاي وشايف الجمهور هيتقبل امين الشرطه خالد المقبول؟ انا كنت خلصت امين الشرطه الاول، بس هو بيتعرض بعد الضمان باي. هي دي متعتي ان انا اعمل ادوار غير بعض تماما، اول ما بلاقي حاجه كده بعملها. انا عرفت عليك خالد بن الوليد سيف الاسلام. انا اتعرض عليا ان انا اعمله. انا معاك. لا ما بتوقعش اي حاجه، انا بعمل الفيلم واستمتع قدام الكاميرا جندي، وبعد كده خلاص بحاول انسى الشخصيه اللي عملتها. التعامل مع ايمن مكرم كمخرج شايفه ازاي؟ بس كان هايل، كان هايل. هل تحمست ان انت تمثل شخصيات تاريخيه؟ اي شخصيه حلوه، هو بني ادم قبل ما يكون تاريخي او مش تاريخي، هو بني ادم بيحب وبيكره وعنده احلام وعنده اهداف وعنده طموحات بيزعل. هقول لك بعد ما اعمل. ترى مين ابليس ليه تم رفضه من قبل الرسول؟ ما عنديش فكره.